هدية اليوم. صباح الخير، صباحكم هدايا رائعة ومشرقة مستمعينا. هديتنا اليوم سنعود فيها بذاكرتنا إلى الوراء، سنوات مضت، جيل ربما بأكمله شاهد المسلسل الكرتوني نيلز، والذي يتحدث عن قصة طفل اسمه نيلز قام ساحر بمسخه من حجمه الطبيعي إلى حجم صغير جدا بسبب إيذائه للحيوانات، وعليه لجأ إلى مرافقة الوزة الداجنة مارتن التي تعيش في المزرعة، ومن ثم يقوم بمرافقتها شمالا في فصل الصيف وجنوبا في فصل الشتاء، مرورا بمناطق مختلفة تضاريسيا مع معايشته للحياة اليومية لهذه الطيور وأحاسيسها إلى آخر المسلسل الكرتوني. في هديتنا اليوم مستمعينا سنقف مع هذه القصة، أسبابها، لما كتبت، ومن كاتبها. فكرة كتابة هذه القصة يحمل معنى رائع، كما أن الكاتبة تميزت بحس عالي. تم تكريم هذه الكاتبة من قبل بلدها بأن وضعت صورتها على إحدى العملات الورقية، وصورة نيلز بطل القصة والوزة مورتن على الوجه الثاني للعملة. نحن نتحدث عن الكاتبة السويدية سلمى لاجرلوف، والتي لقبت بملكة الأدب السويدي، كاتبة الواقعية التي تتنفس الأساطير والملاحم وأغنيات المزارعين البسطاء، ابنة فارملاند أرض الطبيعة الفاتنة بالسويد، والتي ألهمت بحيراتها الدافئة الكثير من الأدباء والرسامين. مستمعينا، وقفت سلمى لاجرلوف في 10 ديسمبر 1909 أمام جمع غفير في فندق كبير في العاصمة ستوكهولم، أمام ملك وملكة السويد، قائلة: منذ أيام قليلة مضت كان الوقت أقل، كان الوقت أول المساء، وكنت أجلس في القطار وكان يوجد ضوء قليل في مقصورتي بينما الخارج يغرق في الظلام، كان يغفو رفقاء المسافرين في أركانهم، كنت هادئة جدا أستمع إلى ضجة القطار. في تلك اللحظات بدأت أفكر في الأوقات التي كنت آتي فيها إلى هنا، كانت عادة أوقاتا للقيام بعمل صعب مثل إجراء اختبارات أو البحث عن ناشر لكتاباتي، ولكن هذه المرة أتيت لأتسلم جائزة في الأدب، أعتقد بأن ذلك سيكون صعبا أيضا. تعد سلمى أول كاتبة سويدية، بل أول كاتب سويدي يفوز بجائزة نوبل للآداب، لتفتح بإبداعها بوابة نوبل في الآداب لبلادها. ولدت الكاتبة عام 1858 في إحدى المحافظات السويدية. عندما كانت سلمى صغيرة عانت من مرض في وركها، مما حدد من انطلاقها مع من في مثل عمرها بالانطلاق والرقص وعيش حياة الشباب، ولكنها كانت خلال التجمعات بين الأهالي تفضل الجلوس مع كبار السن والاستماع إلى قصصهم ورواياتهم وحكاياتهم، فكانت تجلس إليهم وتستمع بكل حواسها
لقصصهم ومنذ تلك الفترة وهي تحلم بأن تكون كاتبة. ونعود لقصة نيلز، كيف كتبت سلمى هذه القصة. لاحظ المعنيون بشؤون المدارس والتربية والتعليم أن التلاميذ كانوا يكرهون درس الجغرافيا، وكانوا يدرسون لهم جغرافية البلد وهي السويد، وأن إقبال التلاميذ على فهم هذه المادة المهمة لبلدهم ضعيفة. ومن خلال بحثهم لهذه الظاهرة وجدوا أن كتاب الجغرافيا المقرر للتلاميذ ممل وكئيب ومملوء بالمعلومات التي لا تجذبهم، لذلك فكروا بأن يوكلوا المهمة لهذه المعلمة الكاتبة المدهشة بكتابة كتاب الجغرافيا بمستوى وطريقة تجذب التلاميذ وتجذب الجميع لدراسة جغرافيا البلد. فوافقت الكاتبة سلمى على هذا التحدي، ولكن كانت الفكرة كيف ستكتب بطريقة تحاكي عقول الصغار وتشوقهم إلى المتابعة والاستمرار في المعرفة. ثم ماذا عن جغرافية البلد نفسها؟ كلفت بالمهمة سلمى سنة 1900، وأخذت هذه المهمة منها ما قرابة 6 سنوات فكرة ودراسة وسفر حول طول البلاد وعرضها، لتنتهي من هذه المهمة بصدور كتابها لجغرافية السويد بعنوان نيلز ورحلته الرائعة عبر السويد، حيث كان ذلك في عام 1906. قرأ الكتاب الكبار قبل الصغار ونجح في جذب التلاميذ إلى درس الجغرافيا. ترجم الكتاب إلى 12 لغة وصار فيلما كرتونيا رائعا. عززت رواية مغامرات نيلز التي نشرت عام 1906 الرمزية داخل السويد وخارجها. ولم تحقق هذه المغامرات نجاحا في مدارس السويد أو في السويد فقط، ولكنها حققت نجاحا في العالم أجمع. تعتمد سلمى لاجرلوف في كتاباتها على الأساطير وحكايات التراث، وتكتشف من خلالها نزعات الإنسان وصراعه مع نفسه وميوله ونزعاته كالحب والغيرة والجريمة، كما في رواية الكنز لذات الكاتبة التي ترجمت إلى العربية وتحولت كذلك إلى فيلم سينمائي، وحكايات مزرعة وهي رواية نشرت عام 1899. استخدمت الكاتبة الحيوانات والأقزام والقوى الخارقة كأبطال، ودمجت الأساطير في أحداث نصوصها، كما كانت سلمى تميل إلى الثقافة القديمة دائما والتي تتحدث عن خير الطبيعة وشر الأرواح الشريرة. سلمى توفيت عام 1940، هي الكاتبة الحقيقية المدينة بنجاحها إلى وطنها وإلى ملك وطنها. أيضا تعتبر سلمى من الأشخاص الذين استطاعوا بالفعل أن يكونوا شعبية بين الأبناء الذين اتجهوا إلى قراءة كتبها، أطفال المدارس الذين خربشوا لها رسالة شكر تعبر عن إعجابهم بنيلز. هي الكاتبة سلمى التي تتبع مقولة نيتشا إن جوهر كل الفنون الجميلة والعظيمة الامتنان، فهي تمتن لناقد دنماركي جعل لها أصدقاء في الدنمارك بكلمات قليلة كتبها عنها، وتمتن لأولئك الذين يسكنون الأراضي البعيدة عن أرضها وعملوا من أجلها
تمتن للإطراء والنقد معا. سلمى لاغرلوف ابنة سهول فارملاند قال عنها ناقد سويدي: لقد أوجدت أدبا قيما استحق أن تنال به جائزة نوبل للآداب. هذه قصة نيلز وقصة الكاتبة سلمى لاغرلوف. الجميل جزئيتين، وهو كيف من الممكن استثمار كل ما لدينا من أجل إيصال المعلومة لأبنائنا. الحديث عن جغرافية بلد واسع جدا بتضاريس مختلفة، ولكن استطاع أبناء هذا البلد أن يحفظوا جغرافية بلادهم عن طريق هذا العمل الكرتوني وعن طريق هذه القصة. الجزئية الأخرى الجميلة والتي تلفت الانتباه في الكاتبة سلمى هي حالة الامتنان. ما أجمل أن نشعر بالامتنان لوطننا، لبلدنا، لمن كان لهم الفضل دائما في الوقوف بجانبنا. صباحاتكم خير ونجاحات دائما محققة. هذه كانت هديتنا لليوم، الكاتبة السويدية سلمى لاغرلوف وقصة نيلز.